يستطع فكر الإرهاب الظلامي أن يكسر إرادة الحياة لدى السوريين، فأبناء مدينة حلب بدأوا إعادة إعمار ما دمره الإرهاب بحب وإبداع وإرادة لا تلين. وتشكل لوحة سيدة الانتقال السيدة العذراء التي ينفذها الأخوين بدوي في قبة كنيسة السريان الكاثوليك بحي العزيزية بحلب عملا فنيا ضخما مميزا يحمل في ألوانه ورسمه إبداعا فريدا يزيح لوثة الإرهاب التي مرت من هنا. اللوحة التي يتم تنفيذها على مساحة تبلغ 700 متر مربع ضمن قبة الكنيسة التي ترتفع عن الأرض أكثر من 43 مترا هي شاهد على إرادة الحياة والإبداع والجمال لدى السوريين. مشروع ضخم ويبدو الأول من نوعه بمدينة حلب على الأقل، بهاي الضخامة تخلل شغل على مراحل متتالية. الموضوع هو انتقال السيدة العذراء، في مشروع فيه جزء منه تزييني جزء منه جمالي له مفهوم روحاني. نحن قمنا بالمشروع بإقامة توزيع العناصر بطريقة ما تكون بشكل مباشر رمزي وإنما جمالي، إن شاء الله تكون ينتهى المشروع على خير. وصلنا مدة 3 شهور، أنجزنا العمل تقريبا، هاد رح ينتهي بمدة بيّلنا حوالي شي 20 يوم وبنتهي العمل. صلنا فترة 3 شهور عم نشتغل ليلا نهارا. بالنسبة للموضوع هو رسم سيدة العذراء سيدة الانتقال، بالإضافة لوجود عناصر تزيينية في القبة اللي هي الملائكة الأطفال، ووجود رسم لمنحوتات بتعبر عن كمان جمالية استخدمنا الأطفال لأنهم بمزلوا الفرح. إحنا موجودين في مطرانية السريان الكاثوليك في العزيزية بحلب حتى نعطي فكرة عن موضوع كنيستنا وكاتدرائيتنا اللي أجاها صاروخ سنة 2014 ودمر المطرانية ودمر حيط الكاتدرائية. وهلا نحن حاليا عم رممنا المطرانيه وهلا عم نرمم الكنيسه، وبالكنيسه عم نرسم لوحه بالقبه، لوحه السيده العذراء مريم مع الملائكه اللي بترمز الارتفاع الى السماء بالنفس والجسد. هل رسم هذا راح يعطي جماليه وروحانيه اكثر للمصلين اللي بدهم يجوا يصلوا بكل ايام السنه وخاصة في الأعياد السيدية وأعياد الميلاد وعيد الكبير؟ الشباب اللي عم يرسموا نعمة بدوي وأخوه بشير حبوا هن يقدموا هالعمل الجبار القوي والحلو ليخلوا ذكر لهم ويخلوا مثل ما قلت عمل جميل جدا لأهالي حلب. مكان التفجير كمان رممنا والكنيسة غيرنا لها كل الأزاز اللي تكسر والقبة والشبابيك كلها، وحطينا زيز ملون لونين، استعملنا الأزرق والأصفر حتى كمان نخلي المصلي اللي بده يدخل الكنيسة يلاقي فيه جو روحاني.